حاجات كتيرة عكس بعض، تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وأنا وحب يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة. ودلوقتي عماله ترش المطهر. اتفضلي حبيبتي. ازيك يا حبيبي لولو؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبتي؟ خلي بالك بقى يا طنط عشان احتمال ترشك انت شخصيا. بكره لما تبكي ام هتفهمي. طب ما ساره ام ولسه جاموسه زي ما هي. ما يصحش كده يا حبيبتي. طب اعمل ايه؟ زيد هو اللي بياخد باله منها مش العكس. ما تزعليش يا حبيبتي. بصي هي عالية حمارة بس بنتك اسم الله عليها جاموسة برضو. جرى ايه يا زوزو انت كمان؟ ما تزعليش قوي كده. والبنت ده زريبة وبنتي اسم الله عليها بترش كل يوم بالمطهر. عارفة يا ماما فكرة انها ممكن تتعدي من اي عدوى كده بسهولة قلقني جدا. انا بفكر اخليها في المستشفى. حرام عليكي يا نادية، البنت بقالها مدة طويلة لا شافت حد ولا اتكلمت مع حد. انا متهيالي لميت كل حاجه كده. بصيتي في الادراج؟ ايوه. وبعدين احنا راجعين كمان اسبوع، لو نسينا حاجه مش مهمه قوي يعني. يخرب بيت النكد يا شيخه. بقى انت فاكراه اوتيل؟ لو سبتي حاجه هنا هتتقلب. صحيح قبل ما انسى، خدي هتلبسيها دلوقتي ولا لما ننزل؟ مش عارفه. انا شايفه تلبسيها دلوقتي مش عشان حاجه يعني، بس عشان الجو بره برد وراسك ما تبردش. انت قلتي لماما اصلا؟ لا، انت قلتي لعمر؟ اقول له ايه يعني؟ انا امبارح بالليل حلقت شعري زلبطه. طب ما تبعتي له سيلفي. ادخل. صباح الخير. صباح.
وشك منور اهو عشان ماشي النهارده. الظاهر ان احنا تقلنا عليكي. بصراحه كفايه عليكم كده. ماشي يا ستي. انا اتكلمت مع امينه واديتها كل التعليمات وقلت لها على كل حاجه لازم تعملها لغايه لما ترجع تاني المستشفى. انا اتكلمت برضو مع عمر ومع مامتك وهم كمان خدوا تعليمات، لو في اي حاجه كلميني على طول. تقلت عليك الفتره اللي فاتت دي يا اوكل. حبيبتي ما تقوليش كده، انتوا بناتي. انا عارفه نشكر حضرتك ازاي. مبدئيا كده حضرتك معزومه غدا عندنا بكره بمناسبه رجوع معينو البيت. عاملين غدا يجنن وكل الستات البيت طابخين، فلازم حضرتك تيجي بقى. انا بس مش عايزه اتقل عليكم. تقل علينا ازاي؟ حضرتك مش قايل ان احنا بناتك هنستناك. انا هنزل استناك تحت. أنا كمان هستناكوا تحت. عارف لو قلت قدام جدك او جدتك ان انت اكلت هوت دوج من الشارع وديني لحرمك من المصروف؟ لو حرمتيني من المصروف هما اللي هيحرموكي من المصروف. طب حاسب بقى على نفسك يا فاله. طب انت عارف ليه هما مش عايزينك تاكل اكل من الشارع؟ عشان مش نضيف وبيوجع لي بطني وبعيا. طب ما دام انت عارف ان هو مش نضيف وهيوجع لك بطنك وهتعب، تاكله ليه؟ عجبني طعمه. عارف مين اللي حصل له كده؟ مين؟ أمينة عيت و... وعشان كده كانت مسافرة الفترة اللي فاتت و... تاخد دواء و... ولسه هتفضل تاخد دواء فترة كده لحد ما تخف خالص. عندها إيه؟ هقول لك، بس انت عارف انا ايه اللي بحكي لك؟ عشان ما اكلش هوت دوج تاني؟ لا، عشان احنا ما بنخبيش حاجه على بعض، عشان انت راجل البيت. مش دايما امينه كانت بتقول ان انت راجل البيت؟ دي على السلامه. الله يسلمك يا ماما. زوزو 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 يا حبيبي زوزو يا قلب زوزو. أهلاً يا قلب زوزو. وحشيني يا قلبي، وحشيني قوي قوي يا روح قلبي. وحشيني على السلامة زوزو. البيت كان وحش من غيري. البيت وحشني قوي. الله. أمال فين عمر؟ لا عمر وصلنا وروح، هيجي على الغدا بكره. طيب يا روحي. طيب البيت وحشني. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا زوزو. ازيك؟ انا كويس، انا كويس. احكي لي عملتي ايه؟ ولا حاجه، طول ما انت كويسه انا كويسه. ماينو وحشتني يا مقرود. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة عشان احضنك. ايوه وحشتني قوي. وانا 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 انت حسابك معايا بعدين. نعم ما تزعليش. وين نعمين زوز؟ ايه روح؟ امال فين انكر وطن؟ ماما عامله لهم حظر تجول. داخل عليهم دور برد، فهم دلوقتي بقى في الحجر الصحي لحد ما يخفوا. زمانهم دلوقتي بيضربوا 3 كيلو برتقال. ده غير الأدوية والحاجات السخنة لحد ماما ما تتكرم وتخليهم يطلعوا عندنا. ما هي انتي لو اتعديتي هتعدي أمينة. ماينو مش عايزة تدخلي تنامي شوية؟ اه طب كل حاجة الأول.
وانا اقدر اكل حاجه، انا ما بسيبش حاجه في بطني. هحكي لك يا زوزو. هحكي لك حبيبتي. بس بصوا انا هريح، بس هنخرج بالليل. نخرج بالليل ده ايه؟ على طول كده يا امينه؟ معقوله؟ لا ماما، انا لازم اشوف الشارع، انا اتخنقت. ناديه معايا حق، انا رايي ان انت ترتاحي النهارده وبكره بقى نبقى شهيص. شهيص. لما تصحي من النوم عايزه اقول لك على حاجه. وانا فاتني حاجات كتير كده. هتعرف على جودي قريب؟ انتوا بتقولوا ايه؟ بنقول انه طالما مفيش خروج النهارده، في سهره انا وزياد لوحدنا. لوحدنا خالص، صح كده؟ يا بختك يا زياد. اشوفكم كمان شويه. لا لا حبيبتي. صباح الخير حبيبي. حبيبي صباح الخير. كويس انك صحيت. انت منيمني من الساعه 11 بالليل، لازم اصحى. معلش فتره مؤقته بس لحد ما تعمل عمليه، عايزين نظبط لك يومك وبعد كده وبقلي بيومك زي ما انت عايز. طلبت من هنية تحضر لنا فطار. طيب كويس قوي، هنفطر بس عايزك الاول تبص على المستشفى دي في لندن. انا هبعت له. انا بقول لك نفطر مع بعض وانت بتقول لي مستشفيات وعمليات. ليه السود على الصبح؟ انا عارف انك هتتهرب من الكلام في الموضوع ده، وبعدين طبعا هتزعل وتقلب وشك. فيلا يعني بدل ما هي خناقه مؤجله نتخانق دلوقتي ونخلص. يعني انا مش عايز اتخانق لا دلوقتي ولا بعدين. كويس قوي، يبقى نحدد ميعاد سفرك في اقرب وقت ممكن. ولا عايز اسافر ولا عايز افطر. انت رايح فين يا سليم؟ على البيت. ومتشكر على اليومين اللي قضيته معاك. يومين ايه؟ ما تقعد نكمل كلامنا. بابا انا مش عايز اتكلم في حاجه ومش عايز اسمع كلام. انا عارفه يعني كل نسب النجاح والفشل اللي انت هتقولها لي انا عارفها، كل التشخيصات انا عارفها، وممكن اسمعك احسن من الدكتور الانجليزي اللي انت عايزني اروح له. طيب انا عارف كويس قوي كده، بتاجل ليه موضوع العمليه؟ انا مش باجل موضوع العمليه، انا مش هعمل العمليه. مجنونه؟ انت اللي قلت مش انا. طب بذمتك كده، مش لو كنت عاقله كنت هبقى ممله جدا؟ وبعدين الدنيا فيها ناس عاقلين كتير. فيها مجانين اكتر وحياتي. بس عاقلين كده اسطمبات واحده زي بعضها، انما بقى المجانين كل واحد ولسعينه. ايه لولو، بس انت مش مجنونه يا حبيبتي، انت عامله نفسك مجنونه عشان تريحي دماغك. فهمت؟ ماشي. يعني انت عايزه توصلي الناس صوره البيت اللي مش مفهومه دي المخلصه، عشان ما يبقاش فيه منك توقعات. والله عملتي حاجه كويسه فتبقى حاجه كويسه والناس تتبسط. ما عملتيش حاجه خالص ما عادش هتضايق، لان ما حدش متوقع منك حاجه اصلا. طب والله العظيم موضوع الطب النفسي ده ياكلك عيش احسن مليون مره من المطعم اللي انت فاتحه ده. انسي، الناس عمرها ما تبطل اكل، انما اللي بيروحوا للدكاتره النفسيين دي ناس مستخبيه كده وحاسه ان هم بيروحوا يرموا فلوسهم عشان يروحوا يفضفضوا لواحد ما يعرفوش. انا بقى باكل ببلاش وبتحللني ببلاش وبفضفض لك ببلاش برضه. لا انت بنتنا يا لولو، انا باخد فيكي ثواب يا حبيبتي. طب قولي لي يا لولو هتعملي ايه في الشغل؟ تستقيلي؟ انا بس مش اشتغلت قوي يعني، انا كنت بجربه وشغلي ما عجبنيش، فاقول لهم بعد اذنكم. ماشي. ينفع اقول لك على حاجه؟ قولي. سيبك بقى من الشغل والاكل والحاجات دي كلها، بس فعلا النهارده كنت محتاجه القعده دي قوي، يعني كنت محتاجه اشحن بطاريتي قبل ما ارجع لهم البيت تاني. انت ماشيه ولا ايوه انا ماشيه. طيب طمنيني بقى اما تروحي. حاضر هطمنك. سلام. اتفضل. شكرا يا فندم، شكرا. انا فعلا كنت ساكنه هناك، بس بعد المرحوم جوزي ما توفى نقلت. عارفه حضرتك الشارع اللي ورا الشارع اللي كنت ساكنين فيه ده؟ كان ساكن فيه خالي. والله والله سبحان الله، الدنيا صغيره. أهلا, اهلا 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 اهلا. امينه صحيت اهي حبيبتي؟ ازي حضرتك؟ منور. استاذ نعيم مستنيكي من بدري قوي. تعالي يا حبيبتي اقعدي اقعدي جنبي. نورتنا يا عم نعيم. تسلمي يا حبيبتي. لا ما قلتليش بقى. ايوه فندم. تعرف حبيبتي منين؟ لا انا اعرفها من الجمعيه. يعني
يعني صح برضو لحضرتك اللي تيجي لحد عندي؟ صح جدا. انا مش مهم اسال عن صحتك، المهم نفسيتك تمام. احسن بكتير الحمد لله. الحمد لله اني طلعت من المستشفى، انا كنت متضايقه قوي هناك. ربنا ما يكتب على حد ابدا. البيت بيتك، حاسبكم مع بعض. عن اذنك يا ست الكل. شكرا 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 شكرا. بصي بقى، انا عارف ان انت مش هيبقى عندك نفس تاكلي قوي، علشان كده انا جبت لك العصير ده، اي حاجه تسد معاكي شويه. والله ولا قادر اشرب حتى يا عم نعيم، بس تسلم. امشي انا بقى، ما لسه بدري وحضرتك لحقت. بصي انا عايزك تطمني، عنوانك وعرفته ورجلي هتلاقيها رايحه جايه عليكم، ماشي؟ بس لما عرفت انك خرجتي النهارده من المستشفى كان لازم اشوفك واطمن عليكي، ودلوقتي يا دوب الحق اطمن على سليم. سليم؟ يعني ينفع اعرف من بره؟ يا سيدي مش مهم مين قال لي، المهم ان انا عرفت. انت كويس؟ ده سؤال وجيه يا امينه، يعني انا عندي ورم في المخ، هبقى كويس ازاي؟ مش قصدي يعني، قصدي تمام يعني، بقيت احسن. الورم قرر يلعبني يوميها، بس الحمد لله تمام. المشكله ان ابويا عرف. اوبا، يعني القنبله اترمت. وقعت على حجري، ومن يوميها هو بيزن عليا على موضوع العمليه، بس بصراحه مش عارف اعمل ايه، ومش عارف اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. طب انت هتعمل ايه؟ مش عارف، انا بفكر اسافر. تيجي؟ ايه الجنان ده؟ سافر اروح فين؟ انت مش شايفني. انا عايز ابويا يهدى، وانا برضو ابعد عن الضغط. طب سليم. لا لا. ايه هو اللي لا؟ هو انا فتحت بقي؟ لا انا مش عايز حد يكلمني في الموضوع ده، انا مش هعمل العمليه. بقول لك ايه، احكي لي على اول قصه حب عشتيها. ايه اللي هو اسمه ايه ده بقى؟ اللي هو بحاول اغير الموضوع. ماشي، احكي لي على اكتر حاجه مجنونه عملتيها في حياتك، لو موضوع الحب ده محرج عشان عمر وكده. لا مش محرج، بس مفيش حد يسال سؤال زي ده اصلا. لا في، أنا أول واحدة اتعرفت عليها وحبيتها وبوستها كان عندي 6 شهور. وكانت بوسة بريئة. أنا حافل دلوقتي، أبويا لسه واصل. أنت بتردش على تليفونك ليه يا سليم؟ معقول كده يعني؟ يا بابا أنا مش عايز أتكلم. انا قادرة اشوف على فكرة انت مقطية ربع. كدابة كدابة. حسن زيادك ايه اصلا؟ احنا وصلنا. طب والله احسن من اي كافيه، وارخص ومن غير مانما. فين هتنا بقى؟ شخص خوي ايدي شوفينا كده، نشرب حاجة ولا ناكل حاجة نقزقز. انا تكدي حلوة ده. انتوا جمال والله. بس انا مش هينفع نقعد هنا. ليه؟ مش عاجبك؟ انا قايله لك ان مش هتعجبك. لا يا بنتي، حلوه قوي حلوه قوي، بس ممكن عادل موصيني ان انا ما اقعدش في الشمس خالص. انا اسفه يا ماني، نسيت. لا اسفه على ايه؟ انت هتفتكري ايه ولا ايه؟ ده الوصايا العشر. لعلمك اصلا الجو بقى مش حلو. انا رايي نطلع هنا بالليل بعد ما تخلصي بقى المقابله بتاعت عمك وسي عمر دي، نشرب شويه شاي بالنعناع، نسمع الفتش ورده، ونوقف الفاسله دي على الباب علشان تقطع التذاكر لو حد من الجيران حب ينضم. ايه رايكم؟ هو انت قلبتي مشروع تجاري فجاه ولا ايه؟ امال انا فاشله زيك؟ اقعد اكوع فلوس واخسر؟ اقعدي على جنبي يا حبيبتي. طيب يلا بقى علشان الشمس مش لذيذه. يلا يلا، شفنا المكان، وسطنا. بس حلوه قوي قوي. Thank you.
ماشي باي. ماما ماما، بيقول الطريق كان زحمه وكان في حادثه على الطريق، بس هو خلاص بيركن وطالع. طب بسرعه بقى المحشي. تعالي هنا، ده تلاقيه لسه في اول الطريق وبيقول لك ان هو بيركن. انا بس عايزه افهم ايه اللي خلاكي تنسحبي من لسانك وتعزميه؟ اولا ده عمي، ثانيا مش هيحصل حاجه يعني لما نعزمه في مره، الراجل بقاله شهر شايلنا فوق راسه، بعدين يعني بدل ما يتغدى لوحده. يسلم، ما هو طول عمره بيتغدى لوحده، ايه الجديد يعني؟ ايه يعني؟ صعب عليكي ليه دلوقتي؟ في ايه يا ناديه؟ في ايه يا حبيبتي؟ بتقطميها عشان بتحس؟ احنا ما صدقنا، ما صدقنا يبقى لها قلب عشان تحس بيه. يا زوزو. اهلا 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 يا عمر، منور يا حبيبي، ازيك؟ الله يخليك، تمام كويس. هي طنط ما جاتش ليه صحيح؟ علشان عيانه وخافت تيجي عشان ما تعدكيش. لا سلامتها الف سلام. الله يسلمك. انت كويس؟ هو في حاجه؟ عشان ما اتكلمتش خالص من ساعه ما جيت. لا عادي. اهو ازيك يا عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اتفضل. عنك يا انكل. اهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا يا حبيبي. ازيك انت؟ الحمد لله. اتفضل يا انكل. شكرا. اتفضل هنا يا عادل. ازيك يا نادي؟ اهلا يا عادل. على فكره العلبة الكبيرة ليكم، العلبة الصغيرة نادية. طبعا انا الفضول هيموتني وافتح الصغيرة الاول. طب ما تفتحيها يا ماما يلا. ما نشوفها. ها طلعت ايه؟ شكلها ما حاجة حلوة يعني؟ كانت ما بقوش بيعملوها حلو زي زمان. عمر النهارده عندك مهمة صعبة قوي قوي، هتحاول تأكل أمينة، بقالنا يومين مش عارفين نأكلها لقمتين على بعض. بس يا زوزو بقى. اتفضل يا ده عادل، اتفضل أحط لك إيه؟ أنا أخير. اتفضل. ابنها لسه مسافر في السعودية وخلاص اتعود على العيشة هناك. وبنتها الصغيرة سافرت كندا من كام شهر بتحضر الماجستير. يا خبر، معقولة؟ بقولك ايه، لما اتكلمها في التليفون سلم لي عليها قوي، الزمن جري بينا مش معقول. عارفة يا نادية ايام سبوع عالية كانت قد كده اهو وكانت بتحبي في وسطنا. في ايه يا ماما؟ ما تدخلي تقعدي معاهم جوه احسن. الحقيقة أول مرة أمك يبقى عندها حق، أصلا من ساعة ما دخل وقعد مكتوم ما قالش كلمتين على بعض. ممكن يكون عنده مشاكل في الشغل أو هو أمينة شادين سوا في السلم. وده وقت شد ده، هي ناقصة. على فكرة يا ماما، أمينة قبل ما تتعب كانوا بيتخانقوا ويرجعوا يتصالحوا عادي. بالعكس أنا شايف إن ده أحسن لها، كده تبتدي ترجع لحياتها بالتدريج. أيوة بس هي مش عايزة حد يطبطب عليها أصلا. ما إذا كان على اللي هي عايزاه ما كانتش عايزة تتعالج، ودلوقتي مش راضية تقعد في البيت. شوفوا هي لما جسمها هيبتدي مش قادر يشيلها هي من نفسها هتبتدي تقعد في البيت، عشان كده أنا من رأيي إنكم تسيبوها هي اللي تختار. أيوة بس أنا ما أقدرش أسيبها تتعب للدرجة دي، قلبي مش هيستحمل يا ماما. معلش يا حبيبتي جمدي قلبك شوية. لا أنا قلبي جامد وجامد قوي كمان. الكل الا بناتي، وانت عارفه كده كويس. طيب انا لا استنى عاد هعمل لك فنجان قهوه. انا مش عايزه اتعبك. بس لا تعبك راح ناديه، عايزاك. عليا انا كنت عايز اتكلم معاكي في حاجه. حاجه عن امينه؟ ايوه بس مش حاجة تقلق يعني. فاكرة أنا كنت اتكلمت معاكي في موضوع عملية زرع النخاع لأمينة؟
أنا بصراحة شايف إن إحنا جايز ما نحتاجش العملية دي لو العلاج مشي كويس، بس أنا كنت عايز أخد تحليل دم منك عشان أطبقه بتحليل دم بتاع أمينة، مجرد احتياط يعني مش أكتر. طيب ولو مش متطابقة؟ لو مش متطابقة بقى ساعتها هنشوف. بصي يا عليا، عادة عينة الدم بتاعت الإخوات بتبقى متطابقة. أنا زي ما قلت لك جايز ما نحتاجش نعمل عملية، بس أنا اللي مخوفني الأنيميا اللي عندك وإن أنت جسمك ضعيف. أنا ما رضيتش أقول الكلام ده قدام مامتك ولا قدام أمينة. بعدين كل اللي أنا بعمله ده بعمله ليا أنا كدكتور، لمجرد الاحتياط يعني مش أكتر. يعني أنا هحتاج أعمل عملية؟ عمليه ايه دي؟ شك الدبوس. ما تبصليش كده، صدقيني ده تحليل دم عادي وهيخلص بسرعه. طيب عدى لحضرتك بكره؟ يا ريت. اوكي ماشي اتفقنا. يعني ايه اهدى؟ انت هتخليني اندم ان انا قلت لك؟ انت كمان كنت ناوي تخبي عليا؟ مش حكايه اخبي عليكي، بس انا كان لازم اخد قرار بسرعه وانت كنت في المستشفى، اعمل ايه يعني؟ انا ما كانش عندي اكتر من الوقت في المستشفى، كان ممكن نقعد ونتكلم ونتناقش، مش تروح تاخد قرارات زي دي كأنها تخصك انت وما تخصنيش. جرى ايه يا امينه؟ انا كلمت عمك على فكره وهو اللي قال لي ان مش طبيعي خالص تعمل فرح دلوقتي، انت لسه قدامك 4 شهور. عندك حق. انت ليه اصلا تتجوز واحده يا عالم النفس اللي طالع يدخل تاني ولا لا؟ تفتكري انا بفكر كده؟ انت لو كنت قلت لي بتفكر ازاي كنت هعرف، مش تروح تعملها كده من نفسك. أنا لولا إن أنا فتحت الموضوع معاك دلوقتي ما كنتش هتفتحه. أنت ليه بتعمليني زي ما أكون كلمتك بعد أسبوع يعني؟ أمينة، أنا عارف إنك عايزة تعملي تفاصيل الفرح والبيت بنفسك، ولو كنت عملتهم أنا لوحدي برضو كنت هتتضايق. أنت هتخف إن شاء الله. الموضوع كله موضوع وقت. هستناك 4 شهور بقى، العمر كله مش مهم. مش عايزة تعملي فرح زي ما انت بتحلمي بيه، احسن بكتير قوي ما نعمل فرح انت مضطره تعمليه. ازيك يا بابا؟ اهلا وسهلا. دي نسخة من مفاتيح البيت عشان لما تقلق ولا أنا اختفي تعرف تدخل. ده مفتاح العربية، أنا مش هسوقها تاني لحد ما نعرف إيه اللي بيحصل. طمنت. أنت بتعمل ليه يا سليم؟ أنا وأنت عارفين كويس أوي إيه اللي هيحصل لو صممت إنك ما تعملش العملية. بابا أنا مش خايف، أنا بعمل كل حاجة نفسي فيها وبنام كل يوم مبسوط. الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاني إن أنا بخد عليك، وإحساسك إني متغير بس أنت مش فاهم ليه، بس أنت دلوقتي فاهم كل حاجة. ارتحت أنت كده؟ واتفلي. أنا بقى أنا شايفك بتضيع الفرصة الوحيدة اللي ممكن ترجعك زي ما كنت. أو اللي عمرها ما تخليني أرجع زي ما كنت. بابا أنا بختار بين إني أعيش سليم ابنك زي ما أنت شايفني دلوقتي، زي ما أنت عارفني، 6 شهور أو سنة، أو إني أعيش 20 أو 30 سنة بس حد تاني إحنا الاتنين مش عارفين. أنت عايز تشوفني مرمي في مستشفى على سرير، لا قادر اتكلم ولا قادر اتحرك. دكتور قال لو ما عملتش العمليه حالتك هتتدهور، والنوبه اللي جات لك دي هتجيلك مره واثنين وثلاثه وهتبقى اشد. الدكتور قال لي فاضل لي 6 شهور، عدى منهم 7. مش دايما كل كلام الدكاتره صحيح يا بابا. بابا انا عارف اللي بطلبه منك صعب على اي اب، بس انت مش ابويا، بس انت ابويا وصاحبي.
صاحبي اللي بيحترم كل قراراتي ويقف جنبي في الغلط قبل الصح. ايوه بس المرة دي الغلطة بفور اسكي. ان شاء الله خير يا بابا، ان شاء الله خير. طمني يا بابا. سليم داليا انا مش قادر ومش عايز. انا كنت داخل عند مستر يحيى فرجوا على البرزنتيشن الجديده وسمعتكم كنتوا بتتكلموا. اوكي طيب من غير دراما في ايه؟ اوعدك اني مش هعمل دراما، بس كمان توعدني انك تاخد بالك من نفسك وانك تسيبني اطمن عليك. داليا انا سايب مسافه مع كل الناس عشان ما احسش باللي انت بتعمليه ده. انا مش طالبه بس غير اني اطمن عليك، وأوعدك إني مش هوترك ولا هضغط عليك ولا هخطي المسافة دي. طيب أوعديني إن محدش يعرف أي حاجة من اللي أنت سمعتيه. حاضر. ماشي. أنا فاهمة والله، وقلبي حاسس بيك يا عمر. وقت افتكر إن أنا قلبي مش عليها هي كمان، بس العقل بيقول اللي عملته ده هو الصح، وإن شاء الله بكرة هتعوضه. ده بتعمله فرح أحلى منه مليون مرة. أمال أنا ليه حاسس إن أنا نادلة قوي كده؟ مع إني عارف برضو اللي أنا عملته هو عين العقل، بس عندها حق تحس إن أنا خنتها. خنتها ايه وكلام فاضي ايه؟ انسى الكلام ده خالص من دماغك. حبيبي هما يومين بايخين وهيعدوا، والله صدقني كله هيعدي. قوم يلا حبيب قلبي، قوم البس روح لاصحابك اتفسح كده وغير جو. ماشي يا حبيبي خلاص؟ يلا. طول الوقت كنت بدور على إجابة للسؤال ده. ساعات كنت بتلكك زياد، ساعات بشريف وغلسته، ساعات ما ابتديت أتكلم أنا وكريم أنا بتحاشى إن أنا نتقابل. بس بعد ما اتقابلنا الحقيقة نطت قدامي وقالت لي أنتي كدابة. أنتي عارفة؟ عارفة ايه؟ ان انا وكريم عمرنا ما هنبقى مع بعض. الحقيقة انا كنت بستغل، ببقى مبسوطة باهتمامه، مبسوطة بمسجاته بمكالماته. ما كنتش عايزة اقابله علشان انا عارفة ان انا مش حاسة بأي حاجة ناحيته. كان سهل ان انا اخدع نفسي طول ما انا ما بشوفوش، لكن بعد ما شفته خلاص مش هقدر اكدب على نفسي. مش هينفع ارجع معاه زي ما كنا قبل. امينة لما مسك ايدي ما حسيتش بحاجه. انا مش عارفه هو كريم اللي مش نافع، ولا انا اللي ما بقتش نافعه، ولا انا خلاص نحست بقى من كتر الركنة. أنا يا بيتا أنتي نحستي إيه بس؟ ده كلامك ده كله ليه معنى واحد بس، إن الركنة أصلاً ما حوقتش معاكي. كريم ده واللي قبله واللي بعده، كل القصص اللي بتخلص قبل ما بتبتدي دي ليها معنى واحد بس، إن أنتي جاهزة تحبي وتتحبي. أنتي بس بتوربي الباب للناس اللي زي كريم كده. يعني إيه؟ يعني بتواربي الباب اللي مفيش منهم الرجا، عشان تبقي عارفه ان الموضوع بايظ بايظ قبل ما يبتدي. المشكله مش في شريف وزياد، المشكله ان انتي خايفه تفشلي تاني يا ساره. فخوفك ده هو اللي خلاكي ما تجيليش المستشفى غير تخاطيف. امينه بصي، انا عارفه انا مش بلومك على فكره دلوقتي، مش بلومك،
بس انا جه عليا وقت زهلت جامد. انا ساعات كنت ببقى قاعده في السرير وبتلوى من الوجع، حاسه ان انا ما استاهلش اللي بيحصل لي، وحاسه ان كل حاجه حلمت بيها في حياتي، كل حاجه كنت عايزه احققها بتعدي قدامي وانا لا قادره ولا عارفه امسك فيها، وكل اللي كنت محتاجاه ساعتها ان انا اترمي في حضنك انتي وعيط، او تقولي لي حاجه تافهه من حاجاتك دي فاتحك وسط العك. بس بعدها كنت بفكر نفسي ان انتي هبله، عشان انا عارفاكي اكتر ما انا عارفه نفسي. انت عارفه ان انتي مكنتيش موجوده عشان انتي خايفه ما تعرفيش تقوين. انا جبانه انت عارفه. بس بحبك قوي. انا عارفه انا عارفه. خلاص بصي، انا هشحن نفسي والطلعه الجايه بتاعتك في المستشفى اوعدك ان حاجه نكد عليكي وهبس كل طاقتي السلبيه في وشك. طيب ممكن تحوشيها بقى للطلعه الجايه. اوكي. النكد اللي انتوا فيه. يا بنتي شويه مع البت تنكدي عليها كده يا ساره الكلب انتي. ايوه يا بروطه، ايه العصعوص بتاعك ده بيوجعني ده؟ وانتي ساعه بتعملي في الشهر ليه؟ بتعمليها على الطاقه الشمسيه؟ بقول لك ايه، اختك دي وراها حوار يا اما مصيبه سود. اسمعي الكلام، نعم يا اختي عمرها ما بتخلى من مصايب السود. ايه ده شكلها كده بتنج؟ لا 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 فاينو. طيب حاضر يا بنتي. لا يا حبيبتي، لا لا لا، ازاي كده؟ دي اول مطره في الشتاء. مش اخر واحده. يلا يا حبيبتي، ما انت بتغرقيني يا بنتي. يلا